الفترة اللي فاتت كان في بعض اللعيبة اللي اعترضت والأهلي وقع عليهم بعض الغرامات، ايه الموقف بالنسبة لهم وازاي الأهلي قدر يلم الأمور ديت؟ خليني أقول لك، يعني الكابتن محمود الخطيب كان منزعج جدا من الاعتراضات الكتيرة اللي اتقالت الفترة اللي فاتت من اللعيبة، سواء بقى السولية، الشحات، محمد مجدي أفشة. اتكلم مع كابتن خالد بيبو واتكلم مع كابتن محمد الشناوي واعتبره كابتن الفريق، وقال لهم دي أهم مرحلة في الموسم، الفريق داخل على مباراتين في غاية الأهمية، نهائي دوري أبطال أفريقيا. دي مش مرحلة إن اللاعب يبحث عن مجد ذاتي، كل لاعب لازم يفكر في الشعار الأكبر، الأهلي فوق الجميع. وبالتالي كلم الكابتن خالد بيبو وقال له أنا عايزك تضاعف لائحة العقوبات، بمعنى أي لاعب هيعترض على النادي على اختيارات كولر سواء شارك أو لم يشارك في الفترة الجاية، اللائحة بتقول نصا 10% من راتبه الشهري، يعني في معظم اللعيبه بتتكلم من 50 ل 60 ألف. كابتن محمود الخطيب وجه للكابتن خالد بيبو ان اي لاعب هيعترض على النادي الاهلي كولر اختياراته الفنيه 300 ألف جنيه. 300 ألف جنيه لاي لاعب يعترض، يعني حتى لو قلبت وشك كده وشكلك اعترضت الكابتن خالد بيبو يديك 300 ألف جنيه من هنا لحد نهائي دوري ابطال افريقيا. وكمان طالب من الكابتن خالد بيبو مضاعفة لائحة الظهور الإعلامي، إن أي لاعب هيخترق لائحة الظهور الإعلامي في الفترة الحالية لحد نهاية دوري أبطال أفريقيا برضو العقوبة هتكون مضاعفة عليه. واتكلم مع الكابتن خالد إن هو يلم، يعني المرحلة دي محتاجة إن أنت تلم غرفة خلع الملابس، مش محتاجة اللعيبة يفكر في نفسه، اللعيب لازم يفكر إن عنده دوري أبطال أفريقيا، شارك ما شاركش البطولة هتتحسب له. بين قوسين كده، هل الكلام ده معناه إنه في لوم على الكابتن خالد بيبو؟ مش في لوم، هو في مسانده للكابتن خالد بيبو. خلينا اقول لك ان الكابتن خالد بيبو جاي بعد الكابتن سيد، فاكيد الكابتن سيد ما بداش الكابتن سلام حفيظ، يعني لو جبت الكابتن سيد اول يوم مش هيبقى الكابتن سيد في اخر يوم طبعا. كل حد في اي حد في الشغل خبرات ومشاكل دخلها وعارف يحلها طبعا. الكابتن خالد بيبو وماشي بشكل كويس، يعني ليه الناس دايما بتقول ان خالد بيبو بيفشل لما الاهلي بيتغلب، ولما الاهلي بيكسب محدش بيجيب سيرته. برافو عليك. فهي الفكره كلها ان ده نوع من انواع المسانده، اتعملت مع الكابتن محمود الخطيب وهو مدير كوره، اتعملت مع الكابتن حسام البدري وهو مدير كوره، اتعملت مع الكابتن سارة وحفيظ، اتعملت مع الكابتن وائل جمعه. فده يعني حق النادي الاهلي او حق خالد بيبو على النادي الاهلي ان حد يبقى واقف جنبه، خبرات اداريه اكبر توجهه ازاي ويقدر يسيطر ازاي. فده نقدر نقول لك نوع من انواع المسانده وعوده الاجواء مره اخرى او الهدوء مره اخرى لغرفه خلع الملابس.